جريدة الوطن وتوصيل الرخص والمخالفات ديليفري. قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أنه تيسيرا على المواطنين تم عقد اتفاقية مع وزارة الداخلية لاستخراج جميع الشهادات والبيانات المتعلقة بالمواطنين عن طريق خاصية الشباك الواحد وتوصيلها للمنازل بطريقة الدليفري، وسيتم تعميمها في جميع المحافظات قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن الخدمة الجديدة ستشمل جوازات السفر وشهادات البيانات لمخالفات المرور وشهادات بيانات المواليد، ومستقبلا سيتم تطبيقها على رخص القيادة. كل حاجة في البلد أصبحت دليفري حتى المخالفات.